السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم فطيره الجلاش، فطيره عاديه بس بورق الجلاش اهو. هوريكم هنعملها ازاي. معانا هنا الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم، حاطين فيها زبده طبعا ومعلقتين سمنه. هنوريكم هنعمل فيها ايه. حطينا كده اول واحده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلينا كده دهنه خفيفه، تاني عليها بالشكل ده برضو. هنحط كمان اتنين وهوريلكوا ده بقت بالشكل ده كده اهي. ندهنها برضو، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده جبنا واحدة بقى حطيناها في قلب الصينية، ونادينا برضو بعد كده. كده دي بقت الطبقة الأولانية اللي هي في الصينية من تحت. هوريكم هنعمل فيها كده. حطينا طبقة كمان اهي، هنادينا برضو، بسم الله. معلش عشان بصور بس بايد وبعمل بالايد التانية. معانا هنا دوت طبق مهلبية، كوباية ونص لبن على معلقتين نشا، والسكر حسب الرغبة بقى. هحطهم هنا واوريها لكم كده. حطينا طبق المهلبية، طبقة المهلبية اهي بالشكل ده. هنجيب رقتين كمان نحطهم هنا، وبعدين نقفل بدي وهوريها لكم كده. يا حبايبي خلصنا اخر رقه اهي، بقت بالشكل ده. كمان هندهنها، بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي كده هي كده ما خلصتش، لسه هنحطها في الفرن، ولما نطلع اول ما تطلع من الفرن هنكمل بقيتها ان شاء الله، واقول لكم هتبقى تعمل ازاي. كده يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن بقت بالشكل ده، وعايزه اقول لكم ان هي طريه جدا، لان وهي قبل ما تدخل الفرن او بعد ما دخلت الفرن طلعتها تاني ورشيت عليها شويه عسل جلوكوز مع معلقتين لبن، فخلوها طريه بالشكل ده اهي خالص. هنبدا بقى نرش عليها الحاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده معانا سكر بودره، ومعانا جوز، ومعانا زبيب وبندق، ومعانا معلقتين مربى. هنرش عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. بينت اللي بين بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي يا ام زيكو؟ تبقى بالشكل ده كده. ايه ده؟ مش مزق لقيت باين، خليك في قلب الصينية. ده سكر بودرة اللي بتحط عليها، ده بقت بالشكل كده اهي. معانا هنا ده مربى، بتحط عليها حتت مربى كده وهي سخنة زي ما هي. المربى دي تسيح عليها، بسم الله، بالشكل ده. معانا هنا الجوز، نحط عليها بالطريقه دي كده. ومعانا هنا الزبيب، والبندق، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا ام زكريا. وبقت بالشكل ده معانا اهي، واما تبرد، لان هي لسه طالعه من الفرن طبعا، هوريها لكم.
كده يا حبايبي تكون خلصت معانا الصينيه اهي بالشكل ده. عايزه اوريها لكم بعد ما قطعتها وطلعتها كمان اهي بقت بالطريقه دي. واقول لكم محدش يعرف الفطير ده بقى طبعا الا الدميطه، لان بتعمل في اشهر المحلات هنا في دمياط. ويا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوناش بقى في لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.